حدث في رمضان على أوراس بودكاست. في يوم 15 رمضان 138 هجري عبر عبد الرحمن الداخل مع مولاه بدر البحر إلى الأندلس، وكان في استقباله بعض مناصريه وتجمع حوله أكثر من 3000 فارس تقدم بهم نحو عاصمة البلاد قرطبة لقتال وليها يوسف بن عبد الرحمن الفهري. وكان صقر قريش في 26 من عمره، واستطاع قيادة فرسانه للانتصار على والي قرطبة وهزيمته، ودخل بعدها حاضرة البلاد وصلى بالناس وأعلن ميلاد الدولة الأموية في الأندلس بعد سقوطها في المشرق العربي. في منتصف رمضان لعام 584 هجري سلم الصليبيون قلعة صفد لصلاح الدين الأيوبي الذي أبقى على سكانها، لكن بعد وفاة صلاح الدين الأيوبي تنازل الملك الصالح إسماعيل ابن الملك العادل شقيق صلاح الدين للصليبيين كهدية في سبيل التحالف معهم ضد سلطان المماليك في مصر وحاكم الأردن، وبقيت القلعة في يد الصليبيين مرة أخرى 7 عقود حتى حررها السلطان المملوكي الظاهر بيبروس، وكانت محطة حيوية بين مصر والشام. وفي 15 رمضان 3 هجري ولد الحسن بن علي بن أبي طالب أول حفيد للرسول محمد صلى الله عليه وسلم من ابنته فاطمة. عاش الحسن بن علي أحداثا جسيمة، فقد حضر الحروب بين علي ومعاوية وجيشهما، وبويع بالخلافة في الكوفة عام 40 هجري بعد مقتل أبيه علي بن أبي طالب، لكنه لم يكن يريد استمرار القتال، فكتب إلى معاوية ليصالحه ويترك له الخلافة ويتنازل عنها، وبالفعل تجنب الحرب وتنازل عن الخلافة في عام 41 هجري وسمي بعام الجماعة.